السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الإنسان والبيئة المحيطة له، طبعا كل إنسان وجب أن يعتنق البيئة المحيطة له، سواء كانت بيئة الخضراء الغابة أو ذهب الرمال، أينما يعيش الإنسان فهذه البيئة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة للإنسان بأن يعتنقها ويعتني بها، لأن البيئة مرتبطة بحياة الإنسان ومرتبطة بتعايش السلم بين الأمم، مرتبطة بتعامل مع الحياة بشكل إيجابي والنظر في الحياة نظر إيجابي. لذلك هناك طبعا عالم الذي العالم الأرستقراط اليوناني قبل الميلاد اكتشف بأن الكون بأكمله يتكون من 4 عناصر أساسية: الماء، التراب، الهواء والنار. هذه 4 عناصر إن اجتمعت بعضها البعض هناك تناسق فيما بينها تؤدي إلى الحب، أي بمقصود أن التعايش السماء العالم بأكمله، الكون بأكمله. لذلك حتى الحياة البشرية، حتى الكوارث الطبيعية أو إلى هذه كلها حد منها. لذلك يكون الإنسان يتعايش مع البيئة والمجتمع المحيط له تعايش السلمي، هذا جانب واحد. وإن فصلت هذه 4 عناصر تؤدي إلى صراع، فالصراعات بجميع أنواعها سواء كانت الحروب وجميع أنواع النزاعات البشرية والصراعات البشرية والخلافات والاختلافات البشرية، وكذلك الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والعصير المدارية إلى آخره. هذه كلها طبعا فيها ارتباط مباشر، الله سبحانه وتعالى جعل سبب، أنزل الله سبحانه وتعالى على الإنسان العلم بأن يكتشف. لذلك وجدنا بأن هناك ترابط مباشرة بين الدورة الهيدرولوجية، أي الدورة المائية، أي المكونات الأساسية التي تؤدي إلى الدورة المائية، جميعها مرتبطة بالماء الساخن. كيف؟ باختصار هي الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين، الأكثر والأقل. لذلك الدورة المائية مع هذه 4 عناصر أساسية للكون التي اكتشفها أمبيدوكلس العالم اليوناني قبل الميلاد، وكذلك العناصر مكونات الماء الساخن، أي الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين. هذه عناصر 4 هي المصدر الوحيد في خلق وتكوين كل إنسان دون أي تمييز، مهما كان أي إنسان بما في أنت وأنت، كل إنسان دون استثناء اكتمل خلقه بداخل رحم Good morning. بداخل رحم أمه وهو محاط بسائل الرحم، باختصار سائل الرحم ماء ساخن، لأن نسبة هذا السائل نسبة الماء 99%، ودرجة حرارة 37.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من درجة طبيعية للأم، أي ماء ساخن باختصار. إذن الماء الساخن هو المصدر الوحيد في خلقه وتكوين كل إنسان، جعل الله سبحانه وتعالى سببا. وبالتالي الإنسان عندما يأتي للدنيا إن ينقطع بحيث انتظار أن يواصل بطرق يعني باستخدام ذاتي، يعني بدء من الطفل، يعني أي الأم تبدأ تعطي الأم الطفل الماء ساخن بدرجة حرارة محددة وكمية، ومن ثم جميع مراحل الإنسان حتى المراهق حتى الكبار السن، كلما الإنسان على قيد الحياة عليه أن يواظب على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن. ذلك العالم اليوم عدد سكان العالم وصل إلى 7.4 مليار نسمة،
وطبعا هذا الاعداد تضاعف 10 اضعاف في خلال 300 سنه، اي قبل 300 سنه كان عدد سكان العالم ما يعادل 700 مليون نسمه، اي 10 اضعاف، الان 7.4 مليار. لذلك نسبة كمية هائلة من ثاني أكسيد الكربون المستبطة من خلال التنفس من البشر ومن طبعا من النفايات من نظام التمثيل الغذائي والأشياء هذه، كل هذه تؤدي إلى تلوث البيئة. لذلك الإنسان كلما اعتنى البيئة واعتنق البيئة واعتنى بها وواظب على البرنامج الصحي والعلاج الماء الساخن، كلما زادت أعداد المنتفعين المستفيدين والمؤمنين والمقبلين على البرنامج الصحي والعلاج للماء الساخن، يؤدي هذا البرنامج إلى إعادة إحياء دورة الخلايا الدماغية والجهاز العصبية في عملية التفكير الإيجابي والنظر الإيجابي للحياة، التعايش السلمي والتأقلم مع تحديات الحياة والنظرة في التحديات بأنها هي وسيلة تؤدي إلى تطور الإنسان وتنمية الإنسان وتنمية البشرية. لذلك وجدنا بأن فعلا الماء الساخن يفوق بكثير عن مكان يتوقع أي بشر من خلال إعادة إحياء الصحة البشرية في جميع جوانبها، أي الصحة الجسدية والصحة العاطفية والصحة الروحية والصحة العقلية. ومع ذلك يستطيع الإنسان ينظر إلى الحياة نظر إيجابي وتعايش سلمي مع المجتمع، والنظر بأي اختلافات فيما بين البشر سواء اختلاف العرقي أو اللون أو القبيلة أو العرق أو المذهب أو الدين أو إلى آخره، مهما كان الاختلاف بين البشر فخلق البشر بأن يعتصموا بحبل الله تعالى، أي يكون يتوائمون فيما بينهم والنظر في مصالح مشتركة فيما بينهم، وبناء هذا العالم جعل هذا العالم عالم أفضل وأأمن، وبحيث يعيش كل إنسان حياة كريمة مقرونة بصحة وفيرة في جميع جوانبها الأربعة التي سلفنا، وتحقيق النجاح والاستمرار والأمانة والأمن والاستقرار الأمني والصحي وجميع كل هذه أنواع الصحة التي ينظر الإنسان ويبحث كل إنسان يعتنقها. لذلك البيئة مهمة جدا، أن نحافظ على البيئة ونعتني بالبيئة، وكذلك النظر إلى الساعي في الالتزام في برنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن كمصدر يربط هذه العناصر الأربعة ويربط كل هذه المكونات البيئية وكل الذي أسلفنا قبل قليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.